Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera la suite de biologie végétale. Faire de la partie à défaillir, moi, imagine une espèce quoi. C'est très important, comme tu dois. La majorité des profs, ma qui détaille, je fais observe. Ou là, qui est une galère, ma qui dirige. في الأغلبية الأحوال كتكون في لي زيكزام كتحط على شكل ديكو سي ام. دونك غادي نحاول نوصل لكم ان بوتيت انفورماسيون ديالي اللي شديتهم. دونك سيلون لي زانغ اون بوسيد ديفيرون فورم دي فلاجيل بور لا موبيليتي. Donc, la première forme des flagelles, c'est le cas de l'isocontie. C'est-à-dire quand les flagelles se sont identiques, yani, qui sont semblables. Iso, c'est-à-dire identiques. Yani, qui sont donc les flagelles qui sont identiques, yani, tchabhin bhal bhal. Nous allons vous donner un schéma de l'inalgue unicellulaire. بحال هاد الشكل هذا. اوكي يكونوا سو فورم ليس. بالنسبه للهيترو كونتي كون لي فلاجيل سو سون دو تاي او فورم ديفيرون كيكون عندهم اشكال مختلفه. يقدر يكونوا جوج ثلاثة أربعة. المهم احنا اللي كيهمنا هو انهم كيتاخذوا مجموعة من الاشكال اللي ما متشابهش. نو سون با ايدونتيك. حاول نعطيكم لو شي باش تدو بحال هاد الشكل هذا. هذا الشكل هنا سو فورم ليس لاجي سو فورم ليس هنا سو فورم دو بليمي. يعني ندير بحال الشكل ديال الريشه. بالنسبه للتروزيام فورم دي فلاجيل غادي نشوفو ستيفانو كونتي. لي فلاجيل بريزونت سو فورم دو سيكل. نعطيكم مثال كيشكل واحد الدائره بحال هذا الشكل هذا. بحال هاد الشكل كيشكل واحد الدائرة. هادي هي ستيفانو كونتي. اون باس ا لي زاركو كونتي. دونك لي فلاجيل سو سون انسيري ا ليكستريميتي ابيكال دو لا سيلول. تعرفو ليكستريميتي ابيكال هو لا بارتي اللي هي سوبيريور دو لا سيلول. بحال هاد الشكل كيتوضعو في ليكستريميتي ابيكال. المهم حنا اعتبرنا هذه هي ليكستريميتي ابيكال دو لا سيلول. غادي سو فورم دو لارج دريسي على ليكستريميتي ابيكال. اون باس على سانكيام فورم دي فلاجيل سي لي بازي كونتي. كون لي فلاجيل سو سون انسيري على باز دو لا سيلول بحال هذه ولكن العكس. La partie basale.
راه ماشي لا هذا غير الك هذا. فينالمون غادي نشوفو لي زون في كونتي كون لي فلاجيل سو سون لاتيرو. نعطيكم مثال، داير بحال لا تيج بحال هاد الشكل، على هذا الشكل هذا الدراري. غادي نحاول نحط لكم واحد الايماج اللي كتوضح هاد لي ديفيرون فلاجيل، وحاولوا تكون عندكم القدره انكم تكلاسيو دوك لي زالغ على حسب دي فلاجيل دي فورم دي فلاجيل. فان دو فيديو، كنتمنى انني توفقت باش نوصل لكم هاد لي زانفورماسيون هادو. انتما ما يبقاش عندكم الفيديو بارطاجيوه مع لي زوطر باش كلشي يستافد. فلا ماجوريتي ديالكم فمحتاج للدعم هاد الفتره هادي، فلا ماجوريتي ديالكم محتاج الدعم هاد لا دوري هادي، بخصوص ان جميع المدارس ولي فاكولتي انهم تسدو بسبب الكورونا فيروس اللي داير حاله في عباد الله ومركب الرعب في مجموعة من الناس. فقط ما عليكم نتوما انكم تاخذوا جميع الاحتياطات ديالكم ونقصوا عليكم الكونتاكت بزاف، انه هو كيساهم في هذا الانتشار ديال هذا الترانسفورماسيون ديال لي فيروس. فبالنسبه اللي مازال ما دار ابوني يدير ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله.